جمال العسري، عضو المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. اليوم حاضرين هنايا أمام ولاية الأمن لإعلان التضامن ديالنا والمساندة والمؤازرة مع الأخ الدكتور خالد الغنيمي، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، والكاتب العام السابق للنقابة الوطنية للصحة العمومية فرع طنجة، وفي نفس الوقت هو الكاتب العام لفرع الحزب الاشتراكي الموحد. تفاجئنا كما فوجئ هو الأخ خالد الغنيمي بالاستدعاء ديالو لولاية الأمن، على إثر يقال على إثر واحد الفيديو، شريط فيديو اللي خرج هذه تقريبا واحد 3 سنوات في 2015، شريط فيديو اللي كان فيه تصريح ديال الأخ خالد الغنيمي بصفته الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية في واحد الوقفة احتجاجية اللي كانت خاضوها الشغيلة ديال الصحة بالإقليم، وخاصة الشغيلة العاملة بمستشفى محمد الخامس، على إثر واحد الهجوم وواحد الاعتداء اللي كان تلقاته الشغيلة الصحية، الشغيلة الصحية اللي تلقاته في مستشفى محمد الخامس، اللي كانت بين واحد كانت واحد تكون واحد الجريمة. داخل ذلك الفيديو ما قالش شي حاجه اللي هي غريبه، قال فقط بالوقائع والاحداث وسوء الاحوال والظروف الوضعيه ديال اللي كيعيشها الموظف داخل الصحه العموميه وكذلك القطاع ديال الصحه العموميه. الغريب في الامر انه بعد 3 سنوات، بعد مرور 3 سنوات على هذا الفيديو يتم تحريك المتابعه. احنا ما عرفناش علاش من طرف من، ما عرفناش شنو هي الرساله اللي باغي توصل، وما عرفناش علاش لماذا هذا الاستماع الان وشنو هي الرساله اللي باغي توصل، خاصه وان كل المسؤولين داخل الاقليم، مسؤولين الاقليميين كيعترفوا بان قطاع الصحه انه كيعرف اختلالات واسعه وكبيره. وما ننساوش ان من 2015 لدابا راه اكثر من مسؤول تم التعويض ديالو داخل هذا المستشفى، المدير ديال المستشفى والمندوب وغيرهم. وما ننساوش كذلك هذه واحد 3 شهور ولا 4 شهور، بضعة شهور، كانت زيارة ديال الوالي ديال الإقليم للمستشفى، ووقف بيدو على الخروقات، ووقف بيدو كذلك على مجموعة من الانتهاكات الحقيقية داخل المستشفى، وعلى إثر الزيارة ديالو كان تم توقيف مجموعة ديال المسؤولين. يعني إلا كان شي استماع خص الاستماع للوالي ديال الإقليم، وإلا كان شي استماع نستمعوا كذلك لوزير الصحة، لأن وزير الصحة السابق اللي مشى الوردي أنه اعترف بعدم تلسانه أن المستشفى يعيش اختلالات اللي هي كبيرة واختلالات اللي هي خطيرة. وإلا كان شي استماع راه ما نساوش واحد المسألة، أن وزير الصحة أنه مشى في إطار ما يسمى بين قوسين بالزلزال السياسي، تم الحسين الوردي تم توقيفه. توقيفوا على المجموعة ديال الاختلالات اللي عرفتها القطاع الصحة، ومنها الاختلالات ديال طنجة. بالتالي هذه الشكاية احنا كنعتبروها شكاية كتدخل في إطار تكميم الأفواه. احنا الآن واقفين نعلنوا التضامن ديالنا، مجموعة ديال الحساسيات اللي واقفة الآن سواء نقابية أو سياسية أو جمعوية أو المجتمع المدني أو الصحفيين، لإعلان التضامن الأول المطلق ولا مشروط مع الدكتور خالد الغنيمي بكل صفاته النقابية والسياسية وكذلك صفاته المهنية. وكذلك احنا واقفين للتنديد بهذه السياسة ديال تكميم الأفواه وديال جبيد ديال الملفات. عبد المنعم الرفاعي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، باسم المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان نشارك في هذه الوقفة التضامنية اللي جات على إثر الاستدعاء اللي توصل به المناضل السياسي والنقابي الدكتور خالد الغنيمي. في الجمعية مازال ما عندناش معطيات دقيقة حول موضوع الاستدعاء اللي تم توجيهها للدكتور الغنيمي، ولكن مادام أن الدكتور الغنيمي هو مناضل سياسي ونقابي ومنخرط في كافة الحركات الاحتجاجية ولا سيما الحركة النقابية، القطاع اللي كينتمي له اللي هو القطاع الصحي، وبحكم أنه دائم تواجد في كل الأشكال النضالية والاحتجاجية، إذا كان الاستدعاء موضوعه هو حسب ما يشاع هو واحد الكلمة اللي لقاها بمناسبة اختتام واحد وقفة احتجاجية اللي كانت في مستشفى محمد الخامس إثر الاعتداء الذي طال مستخدمين وموظفين داخل المستشفى، فكان احتجاج على غياب الأمن وعلى المطالبة بتوفير الأمن داخل مستشفى محمد الخامس وخارجه. وبالتالي إذا كان موضوع الاستدعاء فعلا كيتعلق بهذا الموضوع
فنحن في المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ندين هذه محاولة التضييق على العمل النقابي وعلى العمل الاحتجاجي بصفة عامة. والدكتور الغنيمي في طنجة كمناضل سياسي ونقابي معروف عليه أنه يفضح الفساد في جميع أوكاره، وبالتالي إذا كان الهدف من هذه السلعة هو التضييق فنحن في المكتب المحلي ندينه، ونتضامن مع الدكتور خالد الغنيمي تضامنا مطلقا.